السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة 12:30 من تلفزيون المملكة العربية السعودية، وإليكم العناوين. خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء. ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة. ويجري اتصالا هاتفيا بنائب الأمير وولي عهد دولة الكويت. رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في قصر السلام في جدة. في بداية الجلسة ثمن أعضاء مجلس الوزراء عاليا مضامين الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه رعاه الله أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وما اشتملت عليه من ثوابت سياسية المملكة الداخلية والخارجية، وما أنجزته رؤية 2030 من استراتيجيات وبرامج ومشروعات لصناعة مستقبل أفضل للوطن وأبنائه وبناته، وكذا مجمل مواقف المملكة ومبادراتها الدولية في دعم كل ما فيه خير للبشرية. واطلع مجلس الوزراء على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة والعديد من الدول في الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد من جلالة ملك المملكة المغربية، وتتصلان بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. وكذلك مضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد بفخامة رئيس أوكرانيا، وما تم خلاله من التأكيد على موقف المملكة الداعم لما يسهم في خفض التصعيد في أوكرانيا واستعدادها للاستمرار في جهود الوساطة. وتطرق المجلس إلى مجمل مباحثات سمو ولي العهد مع فخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وما أثمرته زيارته الرسمية للمملكة من توقيع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين بقيمة تقديرية تتجاوز 15 مليار دولار، وكذلك الاتفاق على أهمية تعزيز العمل المشترك بما يرتقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق جديدة وواعدة في مختلف المجالات. أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء رحب بتوقيع القطاع الخاص في المملكة وسلطنة عمان شراكات واتفاقيات تهدف إلى فتح آفاق التعاون في نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار وتطوير الحكومة الرقمية وتوسيع الصادرات التقنية والشراكات الاستثمارية ونشاط التجارة الإلكترونية. وقد استعرض المجلس الموضوعات الإقليمية والدولية مجددا ما أكدته المملكة خلال جلسة المجلس الأمن حول اليمن من استمرار المملكة في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، ودعوة المجتمع الدولي إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها. وقد اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك في دراستها مجلس الشورى، كذلك ما انتهى إليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في المجلس، وانتهى المجلس إلى ما يلي. أولا، التباحث مع الجانب القرقيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة والإشراف الفني في جمهورية قرقيزستان. ثانيا، التباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة ووزارة الاقتصاد في سلطنة عمان في مجال الاقتصاد والتخطيط. ثالثا، الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. رابعا، الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة. خامسا، اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للإحصاء والهيئة العامة للموانئ لأعمام مالية سابقة. سادسا، الموافقة على الترقيات إلى المرتبتين 15 و14
على النحو التالي: ترقية خالد بن عبد العزيز المهيزع إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة 15 في وزارة الخارجية، ترقية الدكتور ناصر ابن مبروك نويصر إلى وظيفة مستشار مالي في المرتبة 14 في وزارة الخارجية، ترقية عبد العزيز بن عبد الرحمن الحمدان إلى وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة 14 في وزارة التجارة، ترقية مشاري بن راشد أدباس إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة 14 في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ترقية إبراهيم بن فهد أزكري إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة 14 في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ترقية عبد السلام بن ناصر عبد السلام إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة 14 في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ترقية منصور بن عبد الله الغامدي إلى وظيفة مستشار تقنية هندسة تقنية معلومات بالمرتبة 14 في وزارة الاقتصاد والتخطيط، ترقية عبد الله ابن إبراهيم الشبانات إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة 14 في وزارة الصحة، واطلع المجلس على الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات. أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وقال ولي العهد: لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام من مواهب شابة طموحة وموقع جغرافي متميز وموارد طبيعية غنية وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية وتصدير المنتجات العالية التقنية إلى العالم. هذا ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030 ويحظى باهتمام كبير من القيادة، إذ أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وكذلك العديد من البرامج والكيانات الأخرى مما نتج عنه مضاعفة المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عديدها 7206 مصانع وانشئت خلال 42 عاما، ليقفز ذلك العدد بعد الانطلاق رؤية بأكثر من 50% حتى 10640 منشأة صناعية في عام 2022. تعمل هذه الاستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36,000 مصنع بحلول عام 2035. وتركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي لتشكل النمو المستدام للقطاع بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، وتشمل مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي. كما تعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1,300 مليار ريال، وكذلك زيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث 10,000 من الوظائف النوعية عالية القيمة. ويستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة ونجاحات بنيت على مدى 50 عاما، حيث أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة. ويأتي إطلاق الاستراتيجية متوائما مع التوجهات العالمية في القطاع
ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة والقدرات البشرية والقوة الشرائية والسياسات النقدية المستقرة. استراتيجية وطنية تعتمد على ركائز قوة المملكة واقتصادها المتين لتدعم مسار التحول وتلبي احتياجات المواطن وتنطلق بها نحو تحقيق الريادة العالمية. المزيد في هذا التقرير. 557 مليار ريال بحلول عام الرؤية 2030 مستهدف للاستراتيجية الوطنية للصناعة برفع قيمة الصادرات الصناعية السعودية إلى أكثر من الضعف. استراتيجية سيكون للقطاع الخاص فيها دور محوري بتمكينه من خلال حزمة مبادرات تحفيزية بنموذج حوكمة جديد للقطاع. فتشكيل اللجنة العليا للصناعة برئاسة ولي العهد ومشاركة القطاع الخاص في المجلس الصناعي ضمان لإشراك المستثمرين في صنع القرار وتطوير السياسات الصناعية. أكثر من 136 مبادرة لتحفيز نمو القطاع الصناعي في المملكة وأكثر من 800 فرصة للمستثمر المحلي والأجنبي بقيمة تريليون ريال سعودي تقدمها الاستراتيجية الوطنية للصناعة مع دعم الإنفاق على الابتكار والتطوير ونقل التقنيات المتطورة. منح وقروض تحفيزية ضمن استراتيجية الصناعة حيث يستند القطاع في المملكة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90% في كافة المجالات الصناعية، ما يدعم هذه الشركات ونموها واستدامتها وينعكس على القطاع. استراتيجية وطنية للصناعة تعتمد على ركائز قوة المملكة واقتصادها المتين تدعم مسار التحول وتلبي احتياجات المواطن وتنطلق بها تحقيق الريادة العالمية في مجموعة من الصناعات كالغذائية والدوائية والسيارات ومواد البناء والاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة والابتكارات مع تعزيز تنافسية المنتج السعودي والكوادر الوطنية. وجاءت هذه الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتعزيز وتمكين القدرات البشرية والكفاءات لتتوائم مع رؤية المملكة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة. أسس صناعية قوية ونجاحات على مدى 50 عاما حققها القطاع الصناعي في المملكة. القطاع الواعد الذي يعد محفزا رئيسيا لتنويع قاعدة الاقتصاد السعودي وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، ويرتبط دعم قطاع الصناعة بخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية النوعية، ما يجعله في قلب مستهدفات رؤية المملكة 2030 منذ انطلاقها تركيزا على تنميته. تمكين القطاع الخاص وزيادة مرونة القطاع الصناعي وتنافسيته واستدامته أهداف وخطة عمل تركز عليها المملكة لضمان استمرارية الوصول للسلع المهمة وبجودة عالية أجل رفاهية المواطن ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وما تتمتع به المملكة من مميزات وإمكانيات بموقعها الجغرافي ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة. علاوة على القدرات البشرية والكفاءات والقوة الشرائية، جاءت الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتتواءم مع رؤية المملكة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، لتركز على 12 قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد السعودي، وتطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال. استراتيجية لبناء اقتصاد منافس وتنمية مستدامة
سيكون لها بصماتها الواضحة على تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الأمن الوطني والاستدامة الاقتصادية. أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا بأخيه سمو نائب الأمير ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. أطمأن ولي العهد خلال الاتصال على صحة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ومتمنيا له الصحة والعافية، كما هنأ سموه بإعادة تشكيل حكومة دولة الكويت وتمنياته للكويت حكومة وشعبا المزيد من التقدم والازدهار، فيما عبر سمو ولي العهد الكويت عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد الأمير محمد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، وجرى استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها. إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة. خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء. ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة. يجري سموه اتصالا هاتفيا بنائب الأمير وولي عهد دولة الكويت. ابقوا في سلام ووئام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتصبحون بخير.